في الطريق من برلين إلى هامبورغ تشوفوا هالطواحين توليد الطاقة، نفس فكرة الطواحين الهولندية بس هاي على بشكل حديث، يعني هاي في أوروبا استخدامها كثير. المسافة من برلين إلى هامبورغ 290 300 كيلو بالضبط، يعني 300 كيلو متر بس 300 كيلو متر الواحد يسوق 3 ساعات، لكن ما يحس بالطريق مثل درجة الحرارة بين 16 و 18، والأرض مثل ما تشوفونها الدنيا خضرة من يمينك ومن يسارك، يمر عليك الوقت وانت ما تدري الا تصدد يمين وشمال وتشوف المزارع هاي والزين هنا في اوروبا في الخطوط الطويلة، يعني كل بين 30 الى 45 كيلومتر هناك في محطة بترول مزودة بالحمامات، مزودة بالمطاعم، مزودة بكل شيء. يعني هذا اللي يميز محطات الاستراحات في اوروبا، الواحد ما يحاتي اي شيء، كنت يوعان ان كنت مول حتى بعض المحطات يعني فيها ملحق معها فنادق تقدر حتى تنام. هامبورغ بعطيكم معلومة بسيطة عنها، تعتبر يعني اذا اخذنا تصوروا يا جماعة النهر، فيها نهر طوله 120 متر يوصل هامبورغ بالمحيط، وهل هالنهر هذا ملاحي؟ يعني ممكن فيه تدخل فيه السفن لين مدينة هامبورغ، يعني مدينة هامبورغ تبعد عن الساحل عن البحر في حدود 120 كيلو متر، تصوروا يعني يربطها النهر هذا ويسهل حركة الملاحة، سواء حركة السفن ولا الغوارب ولا سواء السفن سياحية أو السفن. بعدين فيها ميناء يعتبر من الموانئ الكبيرة في أوروبا، تصوروا اللي يشتغلون في الميناء هاي تقريبا 82,000 شخص ممكن تبركن في نفس اللحظة، 325 باخرة تصوروا منهم 32 باخرة حاويات فيها الميناء هذا. وبعدين هامبورغ مدينة جميلة جدا، الواحد إذا جاء ألمانيا وعنده وقت على الأقل يومين، إذا ما كان 3 أيام يبغي لها مثل برلين يحتاج لها يومين، هامبورغ يومين ويتنقل يعني. العموم هذا الدرب اللي يربط بين برلين وهامبورغ. أنا باقي لي الحين تقريبا، أنا مشيت 200 مشيت تقريبا 70 كيلو، باقي لي 210 وإن شاء الله بتكون لنا لقطات هناك. بس أحب أنوه وأشكر جميع من تواصل معي عن طريق اليوتيوب. شوفوا الغيم، شوفوا الغيم كيف الغيم نازل هنا، شوفوا لو تلاحظون الفرق بين في الخليج عندنا وفي هني ألمانيا، هناك عندنا غبار عندنا رطوبة، لكن هنا غيم. شوفوا الغيم وين نازل على الشارع. هذا اللي وراي مستعجل، اللي وراي مستعجل يبغي يطوف يضرب لي ليت. صراحة منظر ولا أروع، مع أن سرعتي 160 سرعتي 160 لكنه يبغي يطوفني. أنا مسرع. طريق العودة من هامبورغ إلى برلين، اللي يميز الأراضي اللي يميز ألمانيا بكبرها، يعني
أرضيها شوفوها كلها منبسطة، يعني أكثرها منبسطة، مو مثل سويسرا. سويسرا نادر ما تشوف أراضي شيء منبسطة، لأن هناك كثر لازم تمر على جبال، على أنفاق، على أنفاق في الجبال، على أراضي، يعني أراضي الأراضي الألمانية أفضل بكثير عن الأراضي السويسرية من حيث يعني من حيث بساطة السواقة عليها. وهذه الدنيا خضراء على اليمين وعلى اليسار كلها مزارع. هذه لقطة من الشارع وأنا راجع من هامبورغ. اللي يميز برلين فيها ثلاث مطارات، أشهرهم مطار تيجل، برلين تيجل هذا أشهر واحد. هذا العلم يعني معلومة. هذا الباص وراه يبغي يطوف. يلا نشوفكم في لقطة ثانية. هذا يعني شوفوا الدرب من برلين الى هامبورغ، والعكس هذا هو الدرب بكاميرا منبسط، يعني شوفوا هاي واي وطايح. احذر بس من الرادارات. يلا سموحكم.